للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، بعد التحية، إلى أي مدى سيسهم تشكيل استراتيجية وطنية جديدة لصناعة السيارات في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال محليا وإقليميا؟ طبعا يعني احنا بالفعل يعني كان استراتيجية في غاية الأهمية، وكنا جميعا في انتظار تلك الاستراتيجية اللي ظهرت لنا في الشكل النهائي. طبعا على الرغم من احنا يعني بنعتبر كمتابعين لأهمية صناعة السيارات في مصر على ان يعني هي استراتيجية تأخرت كثيرا، يعني يجب كان قد انطلقت منذ سنوات، ولكن يعني انك تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي. يمكن الاستراتيجية يعني وضعت في الاعتبار القيمة المضافة، وضعت في الاعتبار ايضا هو شيء في غاية الأهمية، أهمية صناعة السيارات الكهربائية، بأن نحن نتحدث عن شقين. الشق الأول أهمية صناعة السيارات العادية، ومن ثم الجزء الثاني ألا هو السيارات الكهربائية. طبعا يعني يمكن في عدد كبير من الدول الأفريقية كان يعني سبق مصر في صناعة السيارات العادية، ولكن نحن هنا نتمنى أو يعني نحن نسعى بشدة أن يكون لدينا سبق في صناعة السيارات الكهربائية عن طريق توفير بنية تحتية لها أو توطين تلك الصناعة الهامة، لأنها هي صناعة كما ان طبعا يعني يمكن الاستراتيجيه بترسخ وبتدعم ان احنا تكون لدينا نوطن تلك الصناعه الهامه، وان نتحول من صناعه تجميع سيارات الى صناعه توفر قيمه مضافه بالمعايير العالميه الجديده وليس بطريقه دكتور كريم القيمه المضافه القديمه. نعم. العالم في هذا الوقت بالتحديد يتجه الى الاقتصاد الاخضر يعني الاستثمار في الاقتصاد الاخضر بعيدا عن التكنولوجيا، تكنولوجيا الغاز او تكنولوجيا البترول او التكنولوجيات المختلفه المتطوره اللي من شانها ربما تكون صناعات ضاره بالمجتمعات. مصر الان تتجه نحو هذا الاقتصاد الاخضر والحفاظ على البيئه، كيف يمكن لصناعه السيارات الكهربائيه ان تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئه وبيئه البيئه العامه في مصر، وبالاضافه الى ذلك ان يكون هناك استثمار جاد وحقيقي في هذه الصناعه؟ يعني طبعا انا زي ما قلت ان المستقبل هو لصناعه السيارات الكهربائيه، بل ان في عدد كبير من الدول الاوروبيه يبتدي يمنع في السنوات القادمه ان السيارات العاديه التي تحمل بالوقود الاحفوري انها تسير في شوارعها ابتداء من عام 2023 و24 و25. على سبيل المثال دول اوروبا الاسكندنافيه منعت، هتبتدي تمنع تلك السيارات، وباقي الدول الاوروبيه كمان حتى ابتدت كبرى المصانع العالميه انها تصنع السيارات الكهربائيه، فهي المستقبل. مصر طبعا تتوجه نحو معايير البيئة والاستدامة البيئية، واحنا كمان على مشارف تنظيم قمة المناخ، فيجب يعني ان يكون يعني صناعة السيارات الكهربائية زي ما قلت هي المستقبل. كما ان يعني احنا محتاجين وعي اكثر لدى المواطن او ننشر ثقافة الصناعة الخضراء، ان يعني مدى اهمية تلك الصناعة ومدى اهمية المحافظة على البيئة. يمكن الدولة المصرية لما انتهجت سياسة تحويل السيارات العادية الى سيارات غاز طبيعي كانت بداية تلك الاستراتيجية او تلك التصور، كمان التوجه بشكل تدريجي نحو السيارات الكهربائية حتى تكون مصر مركز تلك الصناعة في أفريقيا، وحتى تعود مصر دولة مصنعة للسيارات كما كنا في فترة الستينيات. نعم. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.